الحمد لله قيد بالوقت الأرزاق والأعمار، وجعل احترام الوقت وحسن استغلاله من علامات الحكماء الأخيار، ونهى عن إضاعة الوقت والطاقات عباده الأطهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أوصى بحسن استغلال الأوقات واستثمار الطاقات بما يعود على المؤمن من مكاسب ونماء وخيرات. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين في كل الأوقات. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأكارم، نفتح اليوم ملف التواصل عبر شبكة الإنترنت وعبر وسائط التواصل المختلفة التي هذه الوسائل حين يساء استخدامها تنقلب من منفعة ومصلحة إلى سبب لإهدار الطاقات ونشر الفوضى والخلافات. عباد الله، تشير العديد من الدراسات إلى أنه ما لا يقل عن 64% من الناس يمضون أكثر من 4 ساعات أمام شاشات الكمبيوتر وحدها يوميا. 64% من الناس الموجودين على سطح الكرة الأرضية يقضون أكثر من 4 ساعات أمام الشاشات، ناهيك عن الساعات التي يمضيها هؤلاء أمام أجهزة التكنولوجيا الأخرى، إما الهاتف الجوال وخاصة الهواتف الذكية توها التي تقوم بالعديد من الأعمال، سواء شاشات التلفاز إلى غير ذلك. فهل تعلم أخ الإسلام أن هناك اليوم 4.6 مليار هاتف محمول في العالم؟ 4.6 مليار من الهواتف المحمولة الجوالة، كما بيع أكثر من 1 مليار جهاز إلكتروني في العام الماضي وحده السنة الفارطة. إنه الإدمان، وهو إدمان لا يقل خطورة عن إدمان المخدرات. إحنا العادة تعودنا نتكلم على الإدمان على المخدرات، والإدمان على الدخان، والإدمان على بعض التصرفات أو السلوكات السيئة. الآن في هذا العصر أصبح الإدمان على شبكات التواصل وعلى الحواسيب والهواتف الذكية وغيرها من الوسائل هو الشغل الشاغل لأغلب الناس، وخاصة منهم فئة الشباب. ويختلف العلماء أيها السادة في تعريف كلمة إدمان، حيث يقول البعض من العلماء أن الكلمة لا تنطبق إلا على مواد قد يتناولها الإنسان ثم لا يقدر على الاستغناء عنها. يقول مواد يستهلكها كالمخدرات، كالسطلة، كالدخان، كغيرها، حتى الإدمان على الأكل. ثم ناس عندها إدمان على الأكل ما يجبش يستغنى عليه، وهذا يتسبب في أمراض كثيرة للجسد. في حين يعترض بعض العلماء على هذا المفهوم الضيق للتعريف، تعريف الإدمان، ويرى بعض العلماء أن الإدمان هو عدم قدرة الإنسان على الاستغناء عن شيء ما بصرف النظر عن هذا الشيء. أي شيء تشد فيه التصوير ودماغه بكيفية مفرطة يسمى إدمان، فيدمن الإنسان على شرب المخدرات، يدمن على شرب الخمر، يدمن على شرب الدخان، يدمن على الفرجة على التلفاز، قرابة تولي تقريبا 18 ساعة أمام التلفاز،
عن الانترنت ومنها يعني التأثيرات التي تصيب الإنسان والأعراض التي تظهر على الإنسان المدمن على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك وانترنت بصفة عامة والوسائل العصرية الحديثة هذه. الصغيرات توليهم كهربين، الهواتف النقالة الذكية في أيديهم وهما يعني نراهم وكأنهم في هوس بتلك الآلات، حتى أنهم ينقطعون عن العالم وما حولهم وينسون غذائهم وينسون دراستهم. إذا من التأثيرات والأعراض أيها السادة للمدمن على الإنترنت، أولا إهمال الشخص لعمله أو دراسته، وهذا ضرب خاصة على صغيراتنا وانعكس على نتائج صغيراتنا سلبا. الصغيرات تو من السنة الأولى، سنة أولى ابتدائي، تلقى في يده هاتف جوال ذكي من النوع اللي المعلم بتاعه ولا الأستاذ بتاعه ما يقدرش يجري. هواتف جوال عند الصغيرات في السنة الأولى ابتدائي 700 و800 ومليون ومليون ونصف هواتف. هذا لم يحدثون عنه، إنما أراه يوميا في المؤسسة التربوية حيث أعمل. البعض منهم مقاش بالهاتف الجوال بالتابلت. ثانيا اضطراب مواعي اضطراب مواعيده وعلاقاته الاجتماعية بسبب كثرة جلوسه على الانترنت وتمحور حياته حولها. حياته كل تولي حاسوب. هكا طفل وين يمرأ؟ في البيت مع الحاسوب. في النهار وين مع الحاسوب؟ في العشية مع الحاسوب. في الليل مع الحاسوب. وفي الليل عاد إلى ساعات متأخرة من الليل. ثالثا الشعور بالاكتئاب والضيق والتوتر عند عدم القدرة على الدخول إلى شبكة الإنترنت. يولي كيف الإنسان المخدر، يقول عليه عنده مدمن على المخدرات وانتهت كمية المخدرات في دمه، يولي يبحث عنها بكل الوسائل. كذلك هذه الأوساط الاجتماعية إذا ما لقاهاش قريبة يخرج من عقله الصغير، وكلما طالت مدة الابتعاد عن الإنترنت زادت الأعراض. رابعا الشعور بالراحة النفسية والسعادة الغامرة عند العودة لاستخدامها. إذا كانوا أمام الحاسوب حتى تكلم ويسمعش. خامسا عدم القدرة على التحكم في الوقت الذي يحدده الشخص لنفسه. أي يقول أنا مش تعمل سويعة، يفيق بروح عمل 6-7 ساعات. وهذا راهو مشكلة للصغيرات. هذه البلوى أصابت حتى الكبار والنساء والرجال والشيوخ وكل من يقدر على استعمال هذه الوسائل، إلا وتراه قد ابتلي بها، فإذا ابتلي بها ووصل إلى الإدمان تراه ينسى كل شيء من أجل هذا. فمن كانت عنده هذه الأعراض أو بعضها فهو مدمن على هذه الأوساط الاجتماعية من مما يوجد في الإنترنت. عباد الله، في غالب الأحيان تنجر عن هذا الإدمان آثار سلبية ومشاكل متعددة نذكر لكم منها. إذا المدمنون من أبنائنا من شبابنا من خير شبابنا الذين يصابون بالإدمان على الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر والوسائل الحديثة الذكية ويجدون فيها كل شيء، الغث والسمين، الحسن والقبيح، الأخلاق وغير الأخلاقي، يجدون كل شيء فيها، كل شيء موجود، ما يبني وما يهدم، وربما ما يهدم هو أكثر، فإنه إذا تنجر عن هذا الإدمان آثار سلبية تنعكس على الشخص، على الطفل، على الشاب، على الشابة، على الأسرة، على المجتمع، على الدراسة، على المستوى التعليمي، على مستقبل البلاد. وأول هذه المشاكل أيها السادة، أولا مشاكل صحية، حيث يتسبب الإدمان في اضطراب نوم صاحبه، لأن في الأغلب الأوساط هذه الاجتماعية الطفل أو الشاب أو المدمن يقبل عليها خاصة في الليل بدعوى أنه ربما لا عمل له، وبدعوى ربما أن الأب والأم يذهبان للنوم،
دعوى أن ربما يعني انسياب القوة انتهت الوسائل هذه موجودة في الليل إلى غير ذلك من الأسباب، فيتسبب في اضطراب نومه صاحبه بسبب حاجته المستمرة إلى تزايد وقت استخدامه للإنترنت. إذ يمضي أغلب المدمنين ساعات الليل كاملة على الإنترنت ولا ينامون إلا ساعات قليلة، ويتسبب ذلك في إرهاق بالغ للمدمنين مما يؤثر في أدائهم في عملهم أو دراستهم، كما يؤثر ذلك في مناعتهم البدنية ما يجعلهم أكثر قابلية للإصابة بالأمراض. عيونهم تهدت، عقولهم أصبحت فيها يعني اختلال، فيها اختلال في الشخصية، اختلال في السلوك، في دروسهم. اسأل المربي، يعاني المربي من أن الطفل أصبح يعني وهو معجب بتلك الوسائل وما يجد فيها، معجب وعنده هوس بها حتى أنه نسي دراسته، فلم نعد الآن نجد تلميذا يقرأ ولا يطالع ولا يبحث ولا يتعب نفسه في البحث، لأنه بمجرد أن ينزل على زر يكتب كلمة ينزل على زر تخرج له المعلومات غزيرة، فأصبح كل شيء جاهز. وهذا وحدد من قدرات التلميذ على البحث وعلى العمل وعلى التفاعل خاصة مع الكتاب. مشاكل أسرية، ومن المشاكل الناشئة عن الإدمان المشاكل الأسرية وخاصة بين الزوجين، حيث يتسبب انغماس المدمن في استخدام الإنترنت المفرط بوسائله المتعددة فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها من الوسائط في اضطراب حياته الأسرية. إذ يمضي المدمن أوقاتا أقل مع أسرته كما يهمل واجباته الأسرية والمنزلية، مما يؤدي إلى إثارة أفراد الأسرة عليه ونشوب خلافات زوجية. نعم، الزوجة في بعض الأحيان تصاب بهذا الإدمان فتنسى كل شيء، أو الزوج ينسى واجباته الزوجية فيقع وتنشب الخلافات الزوجية التي تتسبب أحيانا في الانفصال والطلاق. الأسبوع هذا تكلمني امرأة محترمة محتشمة تصلي معتمرة حاجة تخاف ربها تقرأ القرآن، وقد تزوجت بزوج في البداية كان يصلي وكان ملتزما وكان منضبطا وكان مستقيما، هما يعملان في دولة خارج تونس في أوروبا في بعض الدول الأوروبية، إذن تشتكي من زوجها لأنها كثيرا ما تفاجئه وهو يدخل على هذه الشبكات، تراه يتفرج على الصور الخليعة وعلى المشاهد التي تخدش الحياة وعلى الأفلام العارية، أجساد عارية تماما تمارس الجنس أمام الجميع على شاشتك وبدون مقابل. هذا موجود، حتى أنها أرادت أن ترجعه إلى صوابه شيئا فشيئا، انقطع عن الصلاة شيئا فشيئا، أصبحت المشاكل الزوجية شيئا فشيئا، وصلنا إلى الطريق الآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، مشاكل أكاديمية، ومن المشاكل المتأتية من الإدمان على الإنترنت المشاكل الأكاديمية. ما معنى هذا؟ حيث تبين أو تبين كثير من الاستطلاعات تساؤلات حول القيمة التعليمية للإنترنت. أشبه القيمة التعليمية؟ هل عندي قيمة تعليمية؟ هل القيمة التعليمية من هذه الوسائل هي أفضل من المناهج الدراسية؟ هل هي أفضل من الكتب، من المطالعة، من البحث؟ هل هذه الوسائل هي أفضل؟ فأظهر أن 86% من المدرسين والخبراء المشتركين في الاستطلاع يرون أن استخدام الأطفال للإنترنت لا يحسن أدائهم في أغلب الأحيان. وهذا والله نلمسوه مع صغيرات في المدرسة الابتدائية. وصفي يعني أدرس ويعني وأمتهن مهنة التدريس وألمس هذا في التلاميذ سنة بعد سنة،
دراسته، وهذا ساهم في تدني المستوى الدراسي والتعليمي. إذن يرى 86% من المدرسين المعلمين والأساتذة والخبراء المشتركين في الاستطلاع هذا يرون أن استخدام الأطفال الإنترنت لا يحسن أدائهم في أغلب الأحيان، وذلك بسبب انعدام النظام في المعلومات على الإنترنت، لأن الإنترنت على بعضه باهي منشور حشيش وريش على بعضه باهي منشور. كيفاش باش تفرز انت صغير عمرك 7 ولا 8 ولا 9 سنين ولا 10 سنين ولا 12 كيف ستختار؟ بالإضافة إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين معلومات الإنترنت ومناهج الدراسة، يعني فماش ولا ثم حوايج مبرمجة مخصصة للتلميذ لدراسته يا حبذا، لكن هو كل ما يجده هو بعيد عن المناهج الدراسية. لذلك نلاحظ تدني مستوى التلميذ خاصة في الإنتاج الكتابي وفي التواصل الشفوي بسبب الأعراض عن المطالعة والاعتماد على الجاهز على هذه الشبكات. من أبنائنا يدرس يقرأ كتابا؟ من أبنائنا ما زال يطالع؟ من تراه يحمل كتابا؟ أين المطالعة؟ قضي على الكتاب بسبب هذه الوسائل، ولذلك نلمس ضعفا فادحا كبيرا في المستوى الأدبي والمستوى المطالعة والإنتاج الكتابي والإنتاج الشفوي والتعبير الشفوي. كل هذا الصغيرة 24 بعد شعبة الآداب في الثانوي قوشكم يخشلها في زوز معاهد عملوا منهم شعبة آداب. قداش فيهم؟ 6 تلامذة. زوز معاهد فيهم شعبة آداب 6 تلامذة. فحد يمشي للأدب والآداب. رابعا مشاكل في العمل، وكذلك كثيرا ما يتسبب الإدمان في مشاكل في العمل بسبب سوء استخدام هذه الوسائط وتوظيفها بما لا يخدم مصلحة العمل. ومما يحدث في بعض الأحيان أن يضيع العامل بعض وقت عمله في اللعب على الإنترنت حتى في الخدمة على حساب العمل بتاعه، وهو ما ينشئ مشكلة أكبر إذا كان العامل مدمنا على الإنترنت، كما أن سهر مدمن على الإنترنت طيلة ساعات الليل يؤدي إلى انخفاض مستوى أدائه لعمله في اليوم الموالي. وفي هذه الأيام تكثر الشكوى والتذمر من الإدمان على هذه الوسائط، وكما قيل في الأمثال والحكم كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده. فما الحل لإنقاذ الناس من هذه المعضلة؟ وما السبيل لترشيد استعمال وسائل الاتصال؟ نجيب عن هذه التساؤلات في الخطبة الثانية بحول الله تعالى. وصدق الله العظيم حين قال: لا خير في كثير من نجواهم. نجواهم أي كلامهم وخطابهم ونقاشهم وحوارهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.